اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل ببساطه سهوله مرونه. ايه اللي عندنا النهارده؟ مشترياتنا تقريبا نص كيلو من اللحم المفروم كندوز، نسبه الدهون من 20 ل 30%، وكل ما قدرت تجيبي اللحم المفروم الدسامه بتاعته قليله انت الكسبانه. معانا سجق بلدي من عند جزار حبيبنا، معانا بطاطس مهروسه مسلوقه جاهزه سلقناها بالقشره بتاعتها ثم بردت ثم قشرناها ثم هرسناها، معانا فاصوليا خضراء كان في المقرر ان احنا نعمل الفول الاخضر، انا شفته بس اللي جينا نشتريه الصبح النهارده ما لقيتوش، الراجل بيصحى بعد الظهر، فمعانا فاصوليا خضراء بدل الفول الاخضر. معانا بقى شويه التحابيش التانيه، فلفل وبصل وطماطم، جبنه رومي، جبنه بارميزان مبشوره، الحاجات اللطيفه. هنكون المنيو هنا، هنعمل فطيره السجق البلدي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، فيها خبره طهويه، فيها خضار، هتتعمل بشكل جديد، مكوناتها عجينه ثم التشكيله بتاعه السجق. معانا اللحمه المفرومه هنستخدمها مع البطاطس السوفليه. السوفليه ده مطبخ الفرنسي، مطبخ سوفليه ليمون، سوفليه تفاح، سوفليه بطاطس، احنا هنعملها النهارده بطريقه جديده مع الفاصوليا الخضراء بتاعتنا. تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، بمناسبه راس السنه كل عام وحضراتكم بخير، فاحنا طبعا مشغولين في ان احنا بنجهز عشان نستقبل سنه جديده وعام جديد يجعله سعاده يا رب على كل السعاده وكل الناس الطيبين اللي موجود في انحاء العالم. التلفزيون المصري وشاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه اللي بيتابعوها كلها، بنتمنى لكم سنه جديده ان شاء الله عام 2023. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن الطعم طعم تاني. ممكن ان احنا بتفاصيل وبفكره بسيطه نقدم الاكل ده بشكل جديد. كلنا عارفين السجق ده محدود الاقامه ما بين سندوتش سجق، طاجن سجق، سجق مثلا ناكله كده مع سندوتشات، ولكن ان احنا نعمله بفكر جديد الكلام ده هنشوفه مع بعض دلوقتي. فطيره السجق بالخضار مقاديرها على الشاشه. سجق بلدي حسب عدد افراد الاسره، كيلو 2 كيلو، انا معايا تقريبا كيلو. معانا فلفله ملونه، معانا بصل وتوم، معانا بقدونس، معانا زيتون اخضر، فلفله حلوه، زبده، بين البيض بطين، والعجينه بتاعتنا دقيق وخميره فوريه زي الفل. ومكونات العجينه حسب الرغبه، دي عجينه فطاير بتعملها بالدقيق وتعملها بالخميره وتحط لها حليب او ميه حسب ما انت حابب. اول حاجه هيكون معانا طاسه شديده الحراره على النار. حلو قوي، اتفقنا مع بعض. الشيف المغازي بيخش الاستوديو ويكون معاه حل على النار. الحله دي فيها يا عم الشيف؟ اوعى، النار ما بتحرقش مؤمن. حلو قوي، هو ده، انا عايزك تتعلمي كده. اتهزيت؟ ابدا. حصل اي مشكله؟ ابدا. المخرج خاف؟ لا ابدا. تعالوا مع بعض نحط البوكيه جارنيه بتاعنا على النار، جزر وكرفس وبصل وتوم، كل دول على النار، لازم يغلوا طبعا علشان ان احنا نبدا نستخدم الشوربه دي في عمايل الاكل بتاعنا. معانا السجق البلدي ده كده، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده اهو. حلو قوي، ناخد دي نشيلها بره. بسم الله الرحمن الرحيم. والطاسه معايا كده، ونمسك السجق ده التقطيع الحلوه، الفلفل الحار، فطيره السجق بالخضار، السجق البلدي بالشكل ده كده، سكينتك لازم تكون حاميه. طالما هنعمله فطيره هنخليه سليم زي ما هو كده عشان تبقى شخصيته باينه في قلب الفطيره. ولازم تختار الجزار اللي بتتعاملي معاه، يعني الجزار ده من الحاجات اللي بتبقى فيه علاقة ود بينه وبين الأسرة، يقول لك والله أنا بجيب لحمتي من فلان، وبتبقى بقى خلاص يعني لو غيرنا الجزار حتة اللحمة بتتغير في البيت. هنبدأ إن احنا نحط شوية زيت صغيرين مع البصلية الناعمة بتاعتي بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي، نارك شديدة يا شيف، أوعى. العب ما يهزك يا ريح. مكعب زبدة، الله، هو ده. نولع النار دي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم.
مهم جدا وانت واقفه في المطبخ يبقى عندك قواعد السلامه وقواعد الامان. يعني ايه يا مغازي؟ يعني تبقى انت عارفه بتعملي ايه. حصل اي دروب معاكي، انبوبه البوتاجازات خلصت وانت شغاله، وارد ان يحصل مشكله مثلا شويه زيت طلعوا من الطاسه جم على عين البوتاجاز او على النار بتاعه البوتاجاز، تبقى عندك دايما فوطه فيها ميه او تبقى يعني عليها ميه وبتحطيها في قلب الطاسه. الحاجات دي بعرفها كلها، بيحصل معاكي ممكن المشاكل ديت. الفلفل ده يتقطع بالشكل ده كده، ونشيل دول من هنا عشان مخرجنا الجميل. شوف السجق على طول بالصدمه الناريه خد اللون ازاي. هو ده هو ده يا عم الشيف. والفلفل بتاعنا الجميل الحلو، اللهم صل على النبي. لازم السجق يستوي قبل كل حاجه. الفلفل الاصفر ده من الحاجات اللي بتدي لون حلو، الاولاد بيحبوا الفطيره بالشكل ده كده. لما تيجي تعملي فطيره لازم طبعا التوبنج او الحشوه سواء لحمه مفرومه سواء سجق لازم بعد ما تسويها بتسيبيها تهدى شويه، عشان ما ينفعش ان احنا نلفها في الفطيره بتاعتنا وهي سخنه. سواء بتلف سبرينج رولز او بتعملي فطاير بالشكل ده كده. السجق هنا بقى بالخضار، معانا شويه فاصوليا خضراء بنحطهم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كل ده مع بعضه. اتغير ملامح السجق. التوابل هنا بتبقى توابل لطيفه عشان الخضار شخصيته تبان. رايك في الالوان الحلوه دي يا شفيق؟ انت بتحب الالوان دي؟ معانا من السائل بتاعنا والبوكيه الجرنيه بتاعنا. العب، اللهم صل على النبي. هو ده خلص الكلام. نقلب دول كده مع بعض ونسيبهم يغلوا كده على ما نشوف ايه موضوع الفطيره هنعملها بايه. هو ده، اللهم صل على النبي. زي الفل تمام. هنشيل الحاجات دي من هنا ونبدا ناخد العجينه بتاعتنا اللي احنا مجهزينها مسبقا. عايز اقول لك على حاجه، لما تيجي تعملي المعجنات بالذات تنجح معاك ازاي. عمليه التخمير سر من اسرار نجاح المعجنات، سواء بتعملي بيتزا سواء بتعملي اي معجنات انت عايزها. عمليه التخمير تتم ازاي؟ احنا في جو الشتاء نجيب مسام العجينه، فرسان التلفزيون المصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ مسام العجينه باينه على الشاشه. حلو قوي. ولكن عايز انصح حضرتك طبعا، احنا مع بعض برنامج أكلة أمي، كان معانا دكاترة التغذية وصفحة أكلة أمي موجود طبعا، كنا مستضيفين دكاترة معانا بيتكلموا عن علاج الأنيميا بالتغذية. ولكن نصيحتي لحضرتك بما أن أنا دارس تغذية، بما أن أنا عندي الخبرة عن الأكل الصحي، ركزي على عندنا ربنا سبحانه وتعالى يا ست الكل، واضح أن احنا يعني عندنا الخير ده، بصل وتوم ده بيعلي المناعة، حاجة طبيعية من الأرض، كل حاجة بتطلع من الأرض يا ست الكل بتعلي المناعة. بصل أخضر، التوب، عندك السبانخ لطيفة غنية بالحديد، البنجر، عندك كمان مهم جدا البطاطس، الكربوهيدرات اللي موجودة فيها والنشويات اللي موجودة فيها. السن معلش، يبقى احنا نبتعد عن الدهون والحاجات اللي فيها دهون أو حاجات اللي فيها سمنة. ده القلقاس مفيد جدا بيعالج الأنيميا، السمسم وزيت السمسم بيعالج الأنيميا، كل ده دي نصيحتي لحضرتك. ولكن ده ما يمنعش طبعا بما ان هي موجودة مع حضرتك انك تتابعي دكتور. معانا الخضار على النار بيستوي زي الفل. العجينة بتاعتنا هنقسمها نصين، ناخد النص الأول بنفرده والنص التاني بنحتفظ بيه علشان نحطه على وش الفطيرة. حلو أوي. شوية دقيق حلوين كده. عجننا العجينة، ما ينفعش انك انت تعجنيها تاني الا انك تفرديها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم طبعا ارضيه الفطيره تكون سميكه شويه. حلو قوي، اللهم صل على النبي. كده المرحله الاولى، بناخد الفطيره بتاع الصينيه الحلوه دي كده، بنتهنها شويه سمنه صغيرين، صينيه يعني على قد السجق اللي انت جايباه. شفت كده؟ صينيه حسب
عدد افراد الاسره، لان احنا هنقدم الفطيره بتاعتنا في نفس الصينيه، او ممكن بعد ما تبرد ان احنا نشيلها. بتشيل العجينه دي من هنا كده، ونحط الصينيه في النص ونحطها بالشكل ده كده. الله، ونبدا ان احنا نريح العجينه في قلب الصينيه. ده الطبيعي، ولازم العجينه تاخد راحتها في قلب الصينيه بالشكل ده كده. بنشيل الاطراف الزياده من العجينه. العجين اللي بيطلع ده ما يترميش من فضلك، انا ضد التبذير، هنستخدمه تاني. ما استخدمتوش النهارده تستخدميه بكره، واعلمك ازاي تشيليه لتاني يوم. اصبح كده العجينه هي زي الفل، بشيل ده كده حلو، ونخليها على جنب. المكونات بتاعت الفطيره بتاعتي زي الفل جاهزه، بقلبها بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فطيره السجق، توابلك ايه؟ بسيطه، لان السجق هنا مبهر. طب نحط شويه فلفل صغيرين، شويه الملح التمام، حلو. عندنا البابريكا الحلوه، وحاجه جديده طلعنا من جو السجق سندوتش، وان احنا نعمله طاجن. زي الفل، بشيل الخليط الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. مهم جدا ما يكونش فيه سوائل في الفطيره بتاعتنا. تعالي على فين، على فين هنا، على فين. اللهم صل على النبي. حاجه جديده يا شيف مغازي والله. ده احنا على طول ماما تعمل لنا السجق ده طاجن. ده انت دخلت يعني كده السفره بتاعتنا مش محتاجه غير طبق سلطه خضراء. لسه ما خلصتش، لان في تركايه هنا مهمه جدا، خلوا بالكم. التركايه دي لازم نشهدها مع بعض كده ونشوفها. السائل اللي نزل معايا بخليه على جنب كده، وهسه من الوقت باخد الطاسه دي معايا معلقتين من النشا بمضرب صغير لطيف قوي، ومعلقه صغيره هنا معانا. ادي واحد اتنين، شويه ميه برد عادي، ما انا عايز الصوص ده كده بس خلاص. بدعم الصوص ده بالفلفله الحلوه، ركزي معايا بقى عشان الموضوع ده مهم. اهو انت لو عملتيها كده هتبقى طبعا مش زي اي حد، فالطريقه دي زي ما انا شغال كده. معايا زيتون اخضر بنزل بيه هنا، الله عليك يا شيف. معايا شويه بقدونس حلوين بنزل بهم هنا، ده الجديد. وناخد النشا اللي دوبناه ده كده، نسقطهم هنا. الله على والديك. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. ايه الروقان ده؟ ايه الجمال ده؟ شفت القوام ده؟ شفت الشقاوه دي؟ غلوه على النار يديني قوام. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك، ما تستعجلش عليا. شفت القوام ده؟ هو ده، هو ده، هو ده اللي هيخلي الفطيره مختلفه. جيب لحظه الولاده للابداع المهني، لحظه الولاده للابداع المهني. حلو السلوجان ده، لحظه الولاده للابداع المهني. ما اعرفش الكلام ده بيجي لي منين بصراحه. يا دلعك يا شيف، ايه ده؟ الشيف موسوعه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو ده، مش سجق وخلاص، لا ده في خبره هنا. هناخد ده كله مع بعض، بنوزعه بالتساوي. لسه ما خلصتش، هو ده، فطيره اتحولت لحاجه تانية خالص. لما تبص للفطيره وتفاصيلها تحس ان فيها خبره طهويه. لسه ما خلصتش، معانا جبنه. يا ويلي، جبنه الرومي مع الموضوع ده حكايه. هو ده، هو ده، هو ده. نعم يا غالي، ممكن عايزها بالفراخ نفس الطريقه. بيقول لي لو مش بالسجق اعمل ايه؟ ممكن تعملها بالفراخ. ناخد بقيه العجينه واحده واحده كده، احنا مش عايزين نخلص غير لما نشوف البتاع دي ازاي هتخلص في الاخر.
بقيه العجينه كده بفرتها بشويه دقيق. اللهم صل على النبي. قلنا الشيبه الحلوه معايا اخلي دي هنا تتفرج عليها عينيا اهي، والف لك كده اللفه الحلوه دي كده. اؤمر اؤمر يا حبيب والديك اهي. تعالوا مع بعض كده. حلو قوي، افرديها على قد الصينيه. حلو قوي تمام. ونريح العجينه. اللهم صل على النبي. طبيعي اهو، ناخد الزوايد منها نفس الطريقه، والعجين ده ما يترميش يا اختي، العجين ده ما يترميش يا خالتي يا ست الكل. ونشيلها كده من قلب العجين، وناخد العجين ده نخليه على جنب. اللهم صل على النبي. ونقفل العجينه كده بالراحه. معانا من البيض بيضه، شويه حليب، فطيره زي ما قال الكتاب، مفيش كتاب قالها، في خبره طهويه ابتكرتها. اه هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده، معانا بيضه، حلو، شويه حليب، ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. الله الله عليك، عليها شويه حليب. طالما بتستخدمي البيض والحليب في الفطاير بتحطي شويه فلفل اسود، ده الطبيعي، وتقلبيهم بالشوكه. ليه فلفل اسود يا شيف؟ عشان زفاره البيض. ممكن تحط عليها سمسم، ممكن تحط عليها حبه بركه. عايزك تشتغلي في المطبخ كده وانت واثقه من نفسك وعارفه النتيجه ايه، وترسمي الصوره الحلوه وانت بتشتري عينيا، وترسمي الصوره الحلوه وانت بتشتري الماتيريال. مزيكا. حلو قوي. توزيعه حلوه كده اهي. درجه حراره الفرن عندنا 180. يلا يا عم الشيف، على فين دي بقى؟ صلى على الحبيب كده قلبك يطيب. درجه حراره الفرن عندي 180، هندخلها الفرن. ممكن تحط عليها حبه البركه او سبس. مكانها فين دي يا مخرجنا الجميل؟ بالله عليك. الله عليك شاطر. حاضر ماشي. طب بنحط نعمل الصح ونقول انت عملت الصح يا كبير حبيب والديك يا رب. الصينيه دي، الصينيه دي يا اخوانا يا حبايبي يا متابعينا، لازم تتحط في ارضيه الفرن. الله على والديك. اه سيبها زي ما هي كده نص الطايم، تقريبا 10 دقايق في اللوكيشن ده في ارضيه الفرن، وال10 دقايق التانيين بتتحط على شبكه الفرن من فوق. اه اقفل يا سمسم. هناخد بعدين نطلع فاصل، مطلوب مننا نروق الكاونتر بتاعنا ونروق مطبخنا، ونخش على بطاطس السوفليه باللحمه المفرومه. ممكن بديل للحمه المفرومه فراخ، الاكله دي بيحبوها الاطفال وانا شخصيا بحبها، واحب القرمشه بتاعت السوفليه وهو طالع من الفرن مع جبنه بارميزان. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بنتسأل على السوشيال ميديا، السوفليه، السوفليه ده أساسه المطبخ الفرنسي، وخاصة في أيام الشتاء، سواء فواكه، سواء سوفليه فراولة، تفاح، سوفليه ليمون، الحاجات دي كلها معروفة، سوفليه شوكولاه كلنا عارفينه. ولكن نعمل بطاطس سوفليه، هو ده الكلام. مقاديره على الشاشة: بصل وتوم، لحمة مفرومة متعصجة، بديل اللحمة المفرومة عايزة تحط فراخ أهلا وسهلا، الدنيا حلوه احط جمبري اهلا وسهلا. معانا بطاطس سلقناها مسبقا ثم بردت ثم قشرناها ثم هرسناها. معانا بقدونس وشبت وملح وفلفل. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. نحط الفص التوم الحلو ده كده عينيا عينيا. طالما سوفليه يبقى شويه زعتر حلوين مع التومه. الله
شويه خضره والمقادير على الشاشه صوريها اكتبيها. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لحمه مفرومه، بطاطس، دي كزبره خضراء. ركزي عشان الموضوع لطيف هنا على فكره. دي كزبره خضراء وتومه، ازود كمان شويه كزبره خضراء. عايز طعم، انا عايز شقاوه في الطعم، اعمل ايه؟ اهو شويه البهارات وانا شغال. حلو قوي اهو يا ولد، الخلطه الجميله الحلوه دي كده. على فين يا شيف؟ بناخد نص الكميه دي هنا يا ويلي، ونص التاني يا عم الشيف مع اللحمه المفرومه. ده المطبخ، واثق خطوتي يمشي ملكا. ونقلب دول كلهم مع بعض. اللهم صل على النبي. حله الخير يا ويلي، هو ده. نقلب دول كده. أول مرة أشوف حد يعصج اللحمة المفرومة كده. كزبرة خضراء وتومة. سوفليه فرنسويين. شوربة البصل الفرنسي مالها؟ تشربها بره؟ أنا أعلمك دلوقتي تعملها، تخش المطبخ يوم أجازتك تعملها. بصل كأنك بتعمل رز صيادية بتاع السمك. حمر على النار جامد، ياخد لون البراون، اللون الذهبي الحلو. نحط عليه مية، نسيبه يغلي. بعد ما بيغلي يا عم الشيف، ناخد البيون بتاع البصل ده نصفيه ونخليه على جنب. نجيب بصلايه ناعمه نقطعها سمسميه كده رفيعه، نحمرها في زبده في زيت زيتون، نحط عليها معلقتين من الدقيق، او نجيب توست مطحون ناعم ونحطه حسب الرغبه. وبعدين ننزل بالبيون بتاع البصل اللي احنا حمرناه من شويه وخدنا الميه بتاعته. بقى عندي شوربه البصل جاهزه، فيها البصل فيها الطعم. معلقتين خل بلسمك، البعض بيحبها بدبس الرمان، نحط دبس الرمان حسب الرغبة. ولو حطيتي خل بلسمك ما تحطيش دبس رمان. نحط فيها شوية فلفل اسود، شوية ملح، ونسيبها تغلى على النار. بنجيب كسرولة التقديم، شرايح توست، ونحط شوربة البصل في الكسرولة، ونحط على وشها شرايح التوست. بعد ما بنشيل الأطراف، عندنا جبنة حسب الرغبة، يفضل تكون موزاريلا، ونحطها على الوش مع رشة زعتر. يكون الفرن عندي جاهز، درجة حرارته 180، بندخلها الفرن، بتاخد اللون الجميل مع احمرار الجبنة والتوست. دي شوربة البصل السريعة. أما الفرنسويين مبدعين في عمايلها، بيعملوا لها عجينة لطيفة، عجينة العيش، والعيش ده يتستوي في الفرن، بعد كده بيبرد، بتتشال الجزء اللي فوق الكفر، وبعدين يتفرغ الشكل الداخلي، ونسيبها تتأمر في الفرن. بعدين نصب الشوربة في قلب اللقمة المتفرغة ونقدمها مع جبنة موزاريلا بديل التوست اللي حطيناه. ده الشرح التفصيلي لعمل شوربة البصل، بما ان احنا في المطبخ الفرنسي عدينا عليه بنجيب اشهر حاجة منه. اللحمة المفرومة عندي هنا اتعصجت بمدرسة تانية خالص، ملاحظة ان هي زي السمسم في قلب الحلة. انا عايزها كده، عايز الجوسي ده فيها كده، اه الشكل ده كده. بص عليها، دي لحمة مفرومة اهي. ايه مش مكلكعة؟ مش كلاكيع؟ ربنا يكفينا شر الكلاكيع. نسيبها على النار، نشيل كل حاجة من هنا، وناخد السفليه بتاعنا اللي هي البطاطس. اللهم صل على النبي. أنا مطعمها طبعا زي ما حضراتكم شايفين، فرسان التلفزيون المصري أساتذة المصورين، حاطط كزبرة خضراء مع التوبة على البطاطس الجميلة الحلوة. الله، بعمل إيه يا عم الشيف؟ بجيب كسرولة زي دي كده بجهزها، وعندي من البيت هنا، اللهم صل على النبي، نحط شوية حليب، حلو قوي. وعندي مضرب، باخد البطاطس دي كده بنزل بيها بالشكل هنا ده كده اهو. احنا بنعمل بعد ما بنخلص الهواء لايف بنجاوب على كل الاسئله، ولكن احنا معانا من الوقت نقدر نجاوب على سؤال حضرتك. البانكيك عباره عن تجيب الخلاط بتاعك اللي في المطبخ، تحط 1 كوب من الحليب، 2 بيضه،
نص كوب الحليب، تحط نص كوب دقيق بنفس الكوب اللي عيرت بيه الحليب، شويه فانيليا، رشه ملح صغيره، معلقتين من الزبده سايحين، بنحطهم في قلب الخلاط ونضربه. بنفضيهم في قلب الطبق او في قلب مثلا الكاسروله، ونسيبهم في الثلاجه لمده 10 دقائق او بره الثلاجه اذا الجو ايه فيه بروده. بتجهز الطاسه بتاعتك وتعملي البان كيك بتاعك زي الفل. اما عجينه الكريب بنفس المكونات، تعملي كريب بالشوكولا، كريب بالفراوله، هي نفس الطريقه. البطاطس هنا جاهزه، اللحمه المفرومه جاهزه، نشتغل السوفليه بتاعنا. ما تبص على الفرن معانا مخرجنا الجميل، تدفع كام وتشوف صوره حلوه؟ انت كل يوم بتورينا صوره حلوه، مخرجنا تدفع كام؟ اهو 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 اهو، بالله عليك مش بتتكلم بالخبره الطهويه؟ شفت الفطيره؟ تصدق ان اللي جوه الفطيره ده سجق؟ الا لما تفتحها وتصلي على الحبيب. العب. طيب امان، اقفل الفرن. لا انا هطلعها للامانه عشان عايز الفرن، محتاج الفرن. خليها هنا قدامي عينيا، طلعها من الفرن. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه حلو قوي. لسه ما خلصتش، نكمل البطاطس ولا نطلع فاصل زي ما انتوا حابين يا شباب؟ حاضر، خلونا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير مع صوره حلوه. الله يخليك يا شفيق، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل بطاطس سوفليه بطريقه سهله وبسيطه وطبق جديد مكوناته في كل بيت في كل البيوت. البطاطس عندنا سلقناها، استاذن الاستاذ رحاب، مقادير الطبق الجميل الحلو اللي بيتكلم فرنساوي ولكن بلغه مصريه وبخفه دم مصريه، اهو عملناه ازاي. لحمه مفرومه عصجناها، البطاطس سلقناها، وحاجة جديدة للأولاد بيحبوها، مقاديره اهي جنب الطبق، لحمة مفرومة اهي نفردها بالشكل ده كده. ايه الحلاوة دي؟ نعم مدرسة بقى. بيقول لي ازاي اللحمة المفرومة يعني تحس ان هي برغل في قلب الطبق، او يعني حاجة ناعمة جدا ورفيعة وكده، ما كلكعتش منك؟ ده انا باكلها في طبق المكرونة بشاميل بحس ان هي لحمة هوبر متقطعة. معاك زي السمس يا سمس. بالشكل ده كده. بقية المقادير هنا هيت، البطاطس بتاعتي بخفق معاهم بيضة واحطها هنا كده. يا ويلي، ممكن بياض بيض لوحده. السوفليه مكوناته فليفر فانيليا، مهلبية بالفانيليا، ده حلو. بنخفق بياض البيض، البطاطس هيت، الله القوام ده كده زي الفل. لازم القوام ده كده ياخد شويه حليب كمان عشان يطلع معايا هش حلو ويتخفق كويس عشان نعمل السوفليه على اصوله. ده المطبخ، التقليبه دي مطلوبه. طعم الكزبره مع التومه هنا، ده جديد.
بناخد كل المقدار ده بنوزعه على وش السفلي. الله هو ده. تسلم ايدك يا مغازي. حاجة جديدة، بطاطس في الدرج بتاع المطبخ. اللحمة المفرومة عندنا متعصجة سابقا. وطبق جديد للأولاد، والأولاد كده كده مفطومين على البطاطس بيحبوها. قولوا لي كده مين في طفولته ما كلش البطاطس، سواء حبها وما حبهاش بعد كده. أكلها مهروسة، أكلها مقلية، أكلها بومفريت، أكلها زي مشوية. آه حلو أوي. نوع جبنة احنا حابينه، عندنا موزاريلا، عندنا بارميزان، بس أنا شخصيا بحبها مع الجبنة الرومي. آه آه، جبنة الرومي بتديها طعم لطيف أوي على فكرة، مش كل حاجة عليها موزاريلا. درجة حرارة الفرن عندي 180، بفتح الفرن بعد ما أوقع عليها التوقيع بتاعي. إيه توقيعك يا شيف؟ شوية زعتر بالشكل ده كده. يلا يا عم الشيف عشان عندنا طبق تالت. دي مكانها فين يا شفيق؟ قول لي بقى، كرة في ملعبك. قول لي ولا تخبيش يا زين. زي الفل، نعمة الحمد لله. هو ده مكانها هنا. تعالي يا حلوة اهي. تمام، نسيبها في الفرن لمدة التايم اللي بقى عندنا. بس التفاصيل في قلب الكاسرولة، بطاطس، لحمة مفرومة بخبرة طهوية متعصجة، الدور الثالث في بطاطس ولكن واخدة هنا بياض بيض أو البيض. تعالوا نعمل مع بعض سريعا كده طبق شوربة لطيف وجميل، شوربة الفاصوليا الخضراء بديلة للفول الأخضر. حل على النار جاهزة، بحط فيها معلقتين نعمين زي ما هي عينيا حلو، معلقتين من زيت الزيتون. حلو قوي، بحط معاهم مكعب من الزبده والمقادير على الشاشه. ايه الصوره الحلوه بتاعت الفاصوليا دي بتاعت خير ارضنا؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مكعب زبده. حلو، معايا بصلايه ناعمه صغيره عينيا. الله الله، ننزل بالفاصوليا. الفاصوليا على فكره دي جايه اكياس مجمده، ولازم تفك الكيس اللي هي بالشكل ده كده، ما بتاخدش وقت كتير في السوى. فاصوليا مفيده جدا، الالياف بتاعتها بتعالج مشاكل الامساك اهو، بتريح القولون، من الخضروات اللطيفه على المعده. بس اشتريها طازه وخضره ولطيفه، لازم تقمعيها كويس. اشيل حبات الفاصوليا اللي مزعله المخرج دي من هنا. ونقلبهم كده، خلصت الشوربه. ما انا هنا يعني واقف على ارض صلبه زي ما بيقولوا، مبسوط ليه؟ معايا حله بتغلى على النار، مطمئن قلبي. شفت التقليبه دي؟ عايز احافظ على اللون وخضار الفاصوليا، رشه ملح. خلصت الشوربه، كزبره خضراء. معايا حله بتغلى على النار فيها بوكيه جرني من الجزر والكرفس والبصل. خلص طبق الشوربه سريعا، هنغرفه هنا بالشياكه واللطافه. حلو قوي. طيب لما يكون عندك مطبخ لطيف زي ده كده، وانت مامنه على كل حاجه معاكي، فلازم ما توقفيش كتير في المطبخ. بص بقى الشقاوة، بص على الشقاوة. الله هو ده. هنشيل دي كده، يلا فرسان التلفزيون المصري، اساتذة المصورين حبايبي. اللهم صل على النبي. يلا هو ده حلة الخير، فيها كل الخير. خلص الكلام، ألف هنا وشفا. لا لا لا، ولا نشا ولا حليب ولا دقيق، أنا عايزها كده عيني. شفت بقى ليه؟ عشان ناكل بقية الأكل. ما احنا لو حطينا لها نشا ودقيق والجو اللي هو بيدي ربط للشوربة وقوام،
مع الاكل اللي انا عامله ده كده لان في بطاطس، فمش هينفع ان احنا ايه نكمل السفره بتاعتنا. اما في حاله لما تكون هي طبق رئيسي او ان هي مفيش غيرها على السفره، مفيش مانع لو جبت معلقه دي او معلقه نشا دوبتيها وحطيتيها في قلبها. طبق الشوربه جاهز، نفتح الفرن. ايه الاخبار؟ هو ده. اللهم صل على النبي. مكانها فين؟ هنا حبيب عينيا، زي ما انت حابب. مهم جدا كمان هي تكون في المقدمة. بطاطس السوفليه من المطبخ الفرنسي بخفة دم مصرية. يا ويلي، الشوربة اخبارها ايه؟ جاهزة. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوة جربيها. يا سلام لو عندك جنزبيل بقى، جنزبيل طازة، تجيبي حتة صغيرة كده وتفرميها أو تبشريها وتحطها مع الشوربة دي، هتدعيلي. شايفة الخضار بتاع الفاصوليا؟ كأنها لسه طالعة طازة زي الفل. ما سودتش ليه يا مغازي؟ لأن وهي على النار أنا حطيت لها شوية ملح، ده الطبيعي عشان تحافظي على خضار وجمال لون الخضار والنضارة بتاعته، سواء بروكلي سواء فاصوليا، إضافة الملح قبل التسوية. طبعنا النهاردة وحلقتنا النهاردة المنيو بتاعنا في بساطة، في سهولة، مرونة، ولكن الخبرة الطهوية هنا مهمة جدا. إزاي نقدر نعمل أطباق جديدة بأقل تكلفة؟ دخلنا المطبخ الفرنسي، جبنا طبق سوفليه جامد جدا، سوفليه البطاطس باللحمة المفرومة. عملنا فطيرة سجق بلدي من عند الجزار حبيبنا، ولما تعملي أكلة حلوة لازم تدوقي بينها الجزار عشان يقطع لك قطعية حلوة. شوربة الفاصوليا الجميلة الحلوة بخضرها وجمالها من خير أرضنا. يعني نقول مع بعض، إيه الجمال ده؟ إيه الإبداع ده؟ رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية مع شيف دمه خفيف. منين؟ من ماسبيرو. We'll be right back.